السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خليكم على هذه الأنغام. ما شاء الله هذه الأصوات ديال الطبيعة. كما كتشوفوا هذه الطريق ديال غفصاي، هذه الطريق ديال غفصاي غفصاي بقات لهاد الاتجاه ديال الطريق ديال غفصاي باش مشاو دوك السيارات ورزا قط لهاد الجهه. كما كتشوفوا هذا الجبل، الجبل ديال سيدي مسعود كيبان هنايا، ورزاق قط لهاد الجهه غفصاي قط لهاد الجهه. البلاصه ما شاء الله ديال ذات الطريق من هاد السابري هنايا. كما كتشوفوا كاين الظل والهواء نقي تبارك الله. الظل والهواء نقي تبارك الله هنايا، والاصوات ديال الطبيعه. هيا غنحيدوا هذا ما قلت لكم بلاصة بين غفصاي وورتزاق، جات بين غفصاي وورتزاق، قريبة لورتزاق وقريبة للقنطرة ديال البعر. يعني بقات لورتزاق بقات واحد 5 كيلومتر، والقنطرة ديال البعر 2 كيلومتر بحال ما هكا. المهم المجموع ما بين وورتزاق جاية شي 8 كيلومتر بين القطرة القنطرة ديال الزعار وورزاق.